أيام أيام تجارية، أهمهم على الخصوص الذين سهروا على حراسة المكان من أفراد وقوات المساعدة، شباب طيب، شباب حريص على أداء الخدمة والمهمة الوطنية التي تكلفوا بها. صراحة أدهشونا بطريقة عملهم وجديتهم والتزامهم. شكرا لكل أفراد قوات المساعدة. كذلك نشكر الحراس المتطوعين، على الخصوص صديقنا أيوب الذي أمتعنا بحراسته وبغنائه أيضا. الإعلام بهذه المدينة صراحة لا يمكن لنا مهما قلنا أن نوفي الشكر لهم. هؤلاء جنود متطوعين يقومون بعمل رائد في المدينة، لولا الإعلام ما كنا لنستمر في هذه الأيام. الإعلام هو جوهر كل شيء، وجوهر كل شيء هم الإعلاميون. شكرا لكم جميعا. وهذا إشياء أهل العرائش، نشكر الجميع.